القانون التنظيمي أيها الناطق باسم الحكومة. شتان بين الاستبداد وعلم السياسة والدستور، بهذه العبارات خاطب عضو لجنة العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع عزيز هناوي الحكومة بعد التدليس الذي صاحب كلمة الناطق باسمها على حد وصف هناوي، كلمة أدلى بها عقب منع أعضاء العريضة من الدخول إلى مقر الحكومة لإيداعها وفق أسس دستورية. كل دقيقة تمر عليه رسميا بعنوان مكتب الاتصال، تبقيات الشؤون التطبيعية، لجنة الصداقة البرلمانية، هي دقيقة عار وخزي في جبين الدولة المغربية وفي جبيننا كمغاربة كسرا مفروض علينا. هذا العار لا نريده، لم نقبله، لم نوافق عليه، لم نستشر فيه، لكنه يلزمنا كعار كمغاربة. سياسة كيل بمكيالين تنتهجها الحكومة المغربية يضيف هناوي في استقبال وقبول العرائض المختلفة، وضع يبعث بالتساؤل عن سبب منع أعضاء العريضة من دخول مقر الحكومة ورفض استقبالهم من طرف رئيسها كما يقتضيه الدستور. كانت هناك عريضة شعبية، هذا التذكير القانوني وليس السياسوي، القانوني استقبلت عريضة سابقة متعلقة ب مجانية العلاج من السرطان، استقبلت اللجنة باحترام إلى آخره داخل مقر رئاسة الحكومة من طرف وزير الدولة سابق. طيب لماذا تمنع عريضة المطالبة بمنع التطبيع؟ لأن التطبيع، وهذه خلاصة الكلمة، أصبح من أركان الدولة والاستقرار. تأخذ العريضة الشعبية المطالبة بإسقاط التطبيع في المغرب منعرجا مقلقا بالنظر إلى التداعيات التي تصاحبها يرى متتبعون للمشهد المغربي، خاصة ما تعلق بضربها عرض الحائط من طرف صناع القرار، ما يعد ضربا لإرادة الشعب المغربي وفرضا للتطبيع قصرا حسبهم، مشهد يضع القصر الملكي أمام موقف محرج، خاصة في ظل اتساع رقعة الموقعين على العريضة المطالبة بإسقاط التطبيع.